شوف، خلينا نتحدث هسه شيئا قليلا عن القرار والبيان الصهيوني، يعني انه موضوع الاجتياح. اسرائيل طبعا انا متابع لاعمالها، يعني قبل 6 سنوات كانوا يتحدثون عن عمليه كبرى ستكون داخل ايران، وتحدث وزير الحرب الاسرائيلي كوهبي في حينها على ان هنالك بنك اهداف وصل الى حدود 65,000 هدف داخل العمق الايراني، وستكون الطائرات والصواريخ والقوه الجويه الصهيونيه ذاهبه بهكذا اتجاه واستهداف هذه الاهداف. لكن حقيقه هو كان حديث فقط، وهذا الحديث يرد به اما يعني جست نبض، او ربما هو هدف استراتيجي مؤجل يعني لن يكون في حينه. لذلك هم يتحدثون بعض الاحيان عن اهداف وعن مشاريع عسكريه، لكن هذه المشاريع هي مؤجله موانيه. ربما تكون هنالك حرب اجتياح، لكن بالوقت الحاضر لن تكون. وانا كل ثقه كعسكري سابق يعني اتحدث عنها، وكرجل امن ايضا، واعرف ما كيف تدار الجغرافيا العسكريه وكيف تدار العمليات العسكريه. الحروب الحدود المفتوحه دائما تكون مكلفه وخطره جدا وخسائرها كبيره جدا، والان الجيش الصهيوني لا يتحمل الخسائر، هنالك ضغط نفسي على جنود الاحتلال، وهنالك ربما عمليه انكسار في بعض المواطن، لا نتحدث انكسار شامل، لكن هنالك انكسار في بعض المشاكل في بعض المواطن. فإن حدث وأصبح الجيش الصهيوني باتجاه الجنوب اللبناني، ستكون هنالك خسائر كبيرة جدا وخسائر فادحة جدا، سواء كان بالأرواح أو بالمعدات. لذلك نقول لن يتجرأ، لأنه لديه خيار الآن وهو قوة جوية، وبقوة جوية ممكن أن يستهدفوا جميع الأهداف التي يراد أن تسقط على أرض الواقع. هذا ما يخص لبنان. أما ما يخص المقاومة العراقية، أعتقد المقاومة العراقية الآن تعيش أفضل حالاتها من ناحية العسكرية ومن ناحية التحشيد ومن ناحية العدة والعدد والتمويل المالي وأيضا الدعم اللوجستي. لذلك نقول هنالك أدوار للمقاومة، وبما أن هنالك دعم مفتوح للمقاومة، إذن هنالك واجبات كبيرة على المقاومة يجب أن تؤديها، وربما الواجبات حاليا ضمن سلسلة الأهداف التي ممكن أن تقوم بها المقاومة، أو ربما البعض منها قد يكون ضمن فترات زمنية قادمة قريبة أو متوسطة البعد. لذلك نقول هنالك أدوار كبيرة على المقاومة موجودة الآن ومحددة لها، وهنالك عمل مشترك بدأ مع اليمن السعيد، وكذلك هنالك بنك أهداف للمصالح الأمريكية داخل الأراضي العراقية بدأ يوضح جدا للمقاومة، وهنالك تغيير في استراتيجية عمل وأداء وحتى قيادات المقاومة. طيب، الأهداف الإسرائيلية ربما خارج نطاق الأراضي الفلسطينية هي سوريا، عملية استهدفت فصائل مسلحة يوم أمس، يعني اجتماع للفصائل المسلحة في العراق بحث مقترحات دعم حزب الله اللبناني أفضى إلى إعادة انتشار في سوريا، إضافة إلى عملية مد حزب الله بالأسلحة والمسيرات. هذه بعض المضامين التي خرجت من هذا الاجتماع، يعني بتقديرك فيما لو تعرضت فصائل عراقية مجددا إلى استهداف في سوريا، هل سيعيد ذلك ربما ردة الفعل في الداخل العراقي وتجديد استهداف المصالح الأمريكية؟ وأشرت إلى أن لدى الفصائل اليوم بنك أهداف لمصالح أمريكية ربما في الداخل العراقي. شوف عزيزي، يعني أنا طبعا السؤال سمعته متقطع لكن فهمته تقريبا، يعني أعتقد يعني هنالك قراءة استخباراتية على أنه عمليات عسكرية ستشن على جبهة الجولان. يعني هنالك 3 محاور الآن، والمحور الرابع هو محور غزة. هنالك 3 محاور أضيفت إلى محور غزة، محور جنوب لبنان اللي هو الحدود الشمالية الصهيونية، ومحور اليمن مع أبناء المقاومة العراقية بالتعاون مع المقاومة العراقية لاستهداف أهداف عن طريق الصواريخ والمسيرات. وهنالك عمليات عسكرية ستشن ضمن جبهة الجولان، وما حدث ليلة الأمس من استهداف بعض الجهات المقاومة في محيط السيدة زينب في دمشق كان قراءة على أن هنالك تجمعات لقيادات من المقاومة العراقية تريد أن تتهيئ وتبدأ في عمليات عسكرية مستقبلية. لذلك نقول استشعر الكيان الصهيوني واستشعرت أمريكا من خلال مجساته، أو ربما من خلال متعاونين، أو ربما من خلال قراءة استخباراتية، على أن هنالك عمليات عسكرية ستشن على جبهة الجولان، وهنالك حشود للمقاومة سواء كان العراقية أو الإيرانية أو اللبنانية أو من أي جهة أخرى
مقاومة إسلامية أو مقاومة عربية تحشد إلى عمليات عسكرية كبيرة جدا على جبهة الجولان. لذلك نقول هي عملية استباقية قام بها الكيان الصهيوني لإفشال المخطط الذي يهدف إلى إجراء عمليات عسكرية موسعة تبدأ شيئا فشيئا تدريجيا على جبهة الجولان.